بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، شحال ياك لاباس خير ياك الصحة، أهلا بكم ومرحبا وسهلا وأهلا بداية هذه الجماعة اللي من نمط خاص. استضيف لكم مد أدباء من الأدب الحقيقيين اللي شهد لهم القاصي والداني وشهدت لهم الساحة الأدبية والساحة الثقافية بعطاءاتهم المشهودة، سواء على مستوى الحضور، وسواء على مستوى العالم الافتراضي، وسواء على مستوى المحليات. موضوعنا الليلة إن شاء الله له يعود عن المصطلحات الأدبية وغرابة ومدى جمالية اتفاق جميع هذه الناس اللي تتكلم بلغة الغنى، رغم أن سنة ضوئية تقدر تعود ما تجيب لك المقاربة الحقيقية فن للمصطلحات اللي هي العقرب والتافلويت والقاف والسرمة والقدعة والبت نفسه، وجميع الأشكال وجميع الأغراض وجميع المضامين وجميع الأحاسيس وجميع التنهدات وجميع التعابير تكاد تكون متطابقة. وهذا قطعا عنه يحيلنا إحالات، ودائما نكرره لا نمل نكرره، على أن ما فتنا قدينا نفك طلاسم ولا قدونا نجبر الكود سكري للحبل السري الناظم لنشأة هذا الغنى اللي نحن متباركين مع دراسته، واللي هو يكسير حياتنا اليومية اللي رافق كل فرد منا من المهد إلى اللحد. وهذه من خصوصيات المجتمع اللي نبته. استضفنا لكم في هذه الجماعة الأستاذ الكبير والمميز خمس سالم الحوبة، عضو اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، وإعلامي مميز ومقدم عدة برامج أدبية سواء على مستوى التلفزيون الموريتانية وسواء على مستوى الإذاعة الوطنية. واستضفنا لكم من نفس الغرض الأستاذ والأديب الكبير سيد محمد ولد بنين، شاعر الإحساس ووصيف شاعر التوحيد، وأحد المهتمين الاهتمام البليغ والبالغ بالأدب الشعبي، ومن الناس اللي بدأت فيه ولكن دوره مازلنا نشوفوه. وبنفس المستوى وبنفس الغرض الأستاذ والأديب والإعلامي أيضا في الإذاعة الوطنية وسرير الأسرة الأدبية المعروفة أهل جريفين، الهادي والبابو والعمو. يا وانتم اش حالكم ياك لاباس؟ الخير ياك الصحة الخير مسال مالي بيك لعد توحشة ولا هو كذا كان مولي مالي بيك انتم لعد الجماعة كاملة مالي بيها لعد. اش طاري؟ لاباس جاب بعد الناس مع الناس لاباس ما حالك بخير ومتوحش مولي الفضاء متوحش الإعلام اللي يفتح للناس كاملة بيباني ولا ينسى زملائي، ومتوحش الأدباء اللي بعضهم يسأل شي عني تدوهم اللي دائما تابع جماعتكم وبعدكم ما تفقدتوا الجماعة الليلة. وفضلي عاد عندك شي من الأسئلة والله هو طبيعة مثلنا جماعة عن كلكم مقدم زين، وكلكم يطرح أسئلته، كلكم يطرح مقارباته، وكلكم يطارح الثاني ويشاطره والله يختلف معاه بطريقة أديبة وبطريقة مثلا أخبرتهم فيها مني أنا من أجل الوصول وطرح سؤال وجود الغنى ومستقبل الغنى وواقع الغنى وآفاق الغنى، وخصوصا في اللي فتنا شرمشناه بالدخول فيه البوابة اللي هو شغرب لك يا أستاذ محمد سالم بويل من النف. هاي التافلويت الطريقة اللي انتقلت فيها من منطقة لمنطقة بنفس الاسم، والعقرب بنفس الاسم، والسرمة والقدعة تعرف بالنسبة تعرف جاي دراني. فهمت كيف ما قلت أستاذ الدوه في مقدمتك، أراني مقدمة نختير بعد إن هي ناس كاملة يهديانا نرعى لنا برنامج عنده مقدم ولا بد أن نفتح للناس الباب حد انها تتكلم. نقول اني مرتاح في البرنامج اللي هو برنامج الجماعة اللي الحمد لله عنده امتداد سنوات ماشي بوتيرة متميزة، خاطر الهياس من الأدباء والفنانين
وناقش قضايا مهمة في الأدب، وهذا شيء كما قلت الأستاذ الدو، أن هذا البلد وضع فيه لأنه خلقت فيه دولة قبل وجود الدولة الوطنية، دولة منظور لها نتكلم هون منظور الأدبي تحديدا، من خلقت فيه دولة وطنية باش لأنك ترى عين بنتيلي وترى ولاته وترى كرمسين وترى النهر قابو وبوجدور، هذا كامل تقول فيه طلعة من مريميدة متوافقين احنا كاملين عندها بيت سبعة، وعندها عندها قدعتها وعندها حراشها، وهي له تقول المناطق كاملة ومسموعة بلوقة واحدة، معناها ان خلقت حضارة في اشياء اخرى غير احنا نخرصوا منها الزاوية الادبية، خلقت حضارة قديمة سابق الدولة الوطنية وتمت متواصلة اللي قالوا الادب، ومركزها هو شنو؟ مركزها هو موريتانيا، كيف ما قلت فم امتدادات خارج الوطن الموريتاني غير ركيز الحقيقية والخيمة والمركز خلقته في موريتانيا، لان انا نرى ان الادب الحساني حتى كامل لا يقولوا في منطقة ما عاد متخرج من موريتانيا لا يتم الا مكسور الفش، الا في كلام الغنى والله في ثقافته والله في صفاء ذهن الموريتاني اللي الصحراء الموريتاني والصحراء كيف تنتج الادب، معناها اعلن هذه امتدادات والمركز هو موريتاني. فيه مدارس تختلف شوي غير تختلف الا الى عادة بعض المصطلحات غير القيم الادبيه المطروقه مشترك والامور اللي هي الادب اللي هي بنيه الادب بنيه الادب هذه بنيه واحده والناس متوافقه عليها كي كلامنا ذا كامل ما فينا واحد يوم لا يسوى الواحد بن بدي يسوى جاي من منين ما فهم الله يقولوا بالحسانيه نفس الغنى فهم قيم تربطوا وهم اخلاق تربطوا معناها ان هذا شكل لنا روايه مهمه يلا تحافظ عليها الشباب وتحافظ عليها الدوله وتحافظ عليها الناس اللي تتعاطى الادب الناس اللي تعاطى المنتج الادبي يلا تحافظ عليها ان هذا استقلال هو الاستقلال الحقيقي مدى عندها لغته وثقافته ومميزها الحضاري اللي ما يقدر قاش يقول فيها يعارضوا من شيها هذا مهم وانا واهر اللي يعلن وسائل الاعلام الموريتانيه ذاك منها اللي رسمي وذاك منها اللي ما هو رسمي فعلا الله انها وعات للرجل كانت من اوائل المؤسسات اللي اهتمت بالمجال وقاتهما فاتهما وكان الادب والفن عندهم قيمه بها للدوله كل شيء تختلف عليه الناس والله تعاق فيه والله ترى انت من زاويتك ورانا من زاويتي كلنا قالوا الادب الحساني والموسيقى الوطنيه الناس متوافقه عليها وتبقى هي كامله وتجمعها رانا اللي نجمعوا عليها نجتمعوا اليوم شو خران نختلفوا اختلاف ما يخسر شيء غير بعد ينجو الادب والثقافه نجتمعوا كامل ونتفقوا هذا هو لب البرنامج ظاهر لانه اللي يعالج شكرا ما يخص استاذ حبتي هنا انا مازح محمد السيد احنا زملاء انا محمد سيدي محمود وحتى كاع سابقنا اخونا واستاذنا وزميلنا عبد الله السيد معلا محمد السيد الحاج بنقولوا له حبتي كل اللي يضيفه راسه هو من باب النكته عن مره يعود مفقع عليها على الاستاذ عبد الله السيد معلا يقول له حبت من الحميه يقول له حبت الله من الحميه الله حبت سيدي محمود غير هو حبتنا كاملين لانه شخص محبوب شخص ما شاء الله يتمتع باخلاق عاليه وحساس فوق من نفسه ويصون ياسر من الاخلاق اللي لا غير وقاعه الحميده اللي نادره اليوم انسان نادر بالفعل. استاذ السيدي محمد هذه المصطلحات في الشكل وفي المضمون اللي ما تختلف ما هو الى عاد في القاموس والقاموس من حسنات المناطق ومن حسنات اختلاف التضاريس واختلاف الاقاليم عنه قد يختلف شوي غير بعد البنيه الاساسيه الشكل الكره في مرمى. بسم الله الرحمن الرحيم انا ملي شاكركم على الاستضافه والحمد لله اللي كان حظي زين استضفتني مع ان شاء الله القامات الادبيه ولي الشيء كنت اللي نبقي نعدل لكم هنا يا زياره ما يخص الموضوع شتانا ظاهر لي على مثلا اللي قالوا الشعر الحساني والله الادب الحساني هي اللي ما وصل مثلا لمرحله انه تعود عليه الاتفاق من حيث البتوته مثلا يعود ما ينضج فهمت هو اللي وساه يعود معتمد ناضج به اللي خلق عليه الاتفاق وعاد تلك روايه مثلا متفق عليها الموريتان وقرون الموريتان كاملين مثلا ابعاد البلاد البيضاء وذا اللي نوصل له مثلا الكلام هون مثلا الموضوع هون نتكلم فيه عن
الفرق الفوارق بين مثلا على سبيل المثال كيف يقول البعض مدرسه القبله ومدرسه الشرق انا ظاهر لي على ان الفروق نسبيه وضمنيه مولي به اللي انت تتخرص يحكي لك رجاج طلع مثلا حد من هذه الدار ويحكي لك طلع مثلا لربان ما قد سمعتهم سنتين بقد ما تقوم فاصلهم انهم مثلا نتابع على زين حتى غير فيه قضايا فاصل فيها شنو فيه شنو قالوا مثلا اللغه والمصطلحات القاموس القبله عندهم عبارات يستخدموها في لغتهم اليوميه يوظفوا وفقناهم لا هي عند الشرق ولا هي عند الساحل عقبك مدي فيه شيء مثلا على سبيل المثال شيء يتعلق بالجغرافيا مثلا تقول الطفبيه يوم نصبح فكر اللي بقرام وشح يطلع ما تقول تضيفها مثلا للساحل ده درار مثلا به اللي ذا الجو المناخ الخريف ماكلي تقوم ضايفها له حتى قاع بالرقم انها يلعت مقيوله فيه مثلا ماكلي تقوم عاطيها له اللي تعطيها لا منطقة الشرق والله منطقة القبلة اللي منطقة مثلا فيها ذا النوع من المناخ فيها نو يخلق فيها النوى يخلق فيها كذلك ايضا مولي عودان الطلحة في كفاك الطلح صدرها الى عاد تجبر ساحل لا زايقة ظاهر لانها اللي تعود لا شرق والله قبلة مثلا فاهم معناته القضية قضية شكلية قضية شكلية ثم الصاشين قالوا اللمسة يمشي قالوا اللمسه الادبيه يختص بها بعض المدارس ذيك مولي تميز غير ذيك ما يقدر يفطن لها ما هو رقاش تعمق في النص وتعمق في التامل واللي قدي مثلا يفاصل والحديث ان شاء الله عاد طويل وعريض عودان الطرحايه في قفاك عودان الطرحايه في قفاك شطناك يا عقلي غير رعاك تسميها مازال حداك جاي مجار افطان جدر عدو كان اسمع عنك ذاك أراك على وراك على كان اسمع عنك ذاك وراك على ما قنتور يردوا ذيك لا سمعت ذاك عنك ذاك ذيك لا سمعت عنك ذاك وذاك عاد كبر من قدك لسه ما نعرف بعد سابق بعد من الطلحية بين خارجين روايتين ما هم ودوا في الساحل حابوا هو في الساحل العين على ترقاب لنوى هم في الساحل هم في الساحل لنوى خالقه وطلح خالق ساحل يغير هي اللي زايق بعد ما هو بلد قليل دقيقة حتى قليل الجغرافيا ما هي واحدة جغرافيا الساحل والشرق والقبلة ما هي واحدة شفت وديان خروب ما هو واحد وديان خروب الطلح لا خروب الطلح وديان خروب اي واصل غير بعد من البديهي عناك اللي تقول التي دوما والمسيه هو المسيه عود عبار عود فيه جر ما فيها ما فيش اذا عن الاختلاف كما قلنا اختلاف من اختلاف اللغه واللغه حتى في ادبنا الحميم لغته الحجاز ما هي لغته ما هي لغته العراق حاليا العراق وحدين حتى بالقراءه وحدين يقراوا ولا الضالين والاخرين يقراوا بولا والدي هذا تعرف يوجد حتى في الاصل حتى في اللغه الحميه حتى في اللغات العالميه فرنسيت ايه الفرنسا ما هي فرنسيت بلجيكا صحيح ولا هي فرنسيت طبيعي كندا طبيعي هذا وكل منطقه حسب اختلافها وحسب بروده المنطقه وحسب حمانها وحسب اللكنه وحسب مخارج الصوتيه حتى الانجليزيه انجليزيته بريطانيا ما هي انجليزيه انجليز امريكا ما هي انجليزيه وحدين اخرى ظاهره صحيه ما هو صحيح طبيعي اي ما عندك ولا عنده كلهم عنده الصح وكلهم ليشتوا زينه وكلهم معتز فيها وكلهم ماشي فيها صحيح لا هنا نقبل الاستاذ الهادي الباب والعمو المصطلح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على النبي العربي الكريم أنا بدوري أشكرك يا أستاذ الدوه شكر خاص
ومن خلالك الطاقم المشرف على هذا البرنامج. في الحقيقة هذا البرنامج كيف ما قالوا الزملاء والإخوة مهم، ونحن جبرنا من الناس اللي فاتوا جبروه واحدين اخرين كاع ما فاتوا زي هون خاشفة إلى غير ذلك، والاخرين اللي جاوا سابقا. وفي الحقيقة مبادرة وكر لك كيف تشكر إضافة إلى ياسر متلقي متابع كامل لدي. وما انا قاعد قال الراجل دفايت لا طعم عندي قال انا عاقل من ناحيه المصطلح ومن ناحيه اللغه ما تقدر قال الشيء فيه ضعف قبال لا كيف قلت انت هذا من الله تبارك وتعالى اصلا اختلاف اللهجه واختلاف هذا هو اللي ظاهر لي عنه في الادب الحسن نفس الشيء اللي اختلف اللهجه القافل اللي اربعتي في الواتر الاحمر لا ثلاثه كسره لا واحده فهم. وهذا مولي من المحيط الى الخليج وعلي عنه عام فهمت كيف ما ضافوا الزملاء ما فيش تاكو كبار والمناطق قطعا تختلف كيف دائما شو الناس راك يصلي الشر شو الناس يشك عنه صاد مولي يقول لك انا صلي لاتر وهذا عادي غير ما ضيعت بقى ما ود القضيه ولا نفس الاتجاه نفس الاتجاه نقول له تل انت تقول له شر ولا بقيت انا اقول له شر ما يعني ما اخسر بعد انا لا نصلي بك لا تصلي ويقول انا نجتي فيها حسنا ويعطي انا صادم ولي في انت اللي تصلي بي وتو وهكذا كيف الامام من العتاب الامام حيث زاد ولده بالحسان وقال لي عنه ما في ما شاء الله اختلاف قاعد ياخذ بال يصير حق على المدارس من ناحيه اللهجيه فقط من ناحيه كيف قلت اللغه ليس الا الاصطلاح لا اصطلاح الداغل غير ملاحظ ثم وقطع الحديده عن فم روايه اذا المبحث ذاك الانجليزي انتقلنا شهور المبحث هو عام خالقين بتوتر اكثر استخدام لمنطقه معينه تجبر بت والله البتين مهجور في منطقه مهجور في منطقه يكاد قاع يكون قوالي وخالقين وتجبر واحدين اخرين شي مثلا يقول منطقه ساحل منطقه ساحل عنده منين تقولها الاول ما تذكر ابو عمران ديهم اللي قوالين بو عمران البير عنده منين تذكر لي تذكر ادرا به اللي ياسر 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 البير بتتم منطقة الشرق والحوضين البتيت الناقص البتيت الناقص والبتيت التام بينما منطقة هم منطقة مدارس القبلة تجبر أكثر عندهم استخدام البتيت التام والصغير وعمران ابو عمران ابو عمران لا ينجبر مريميده تكاد ما يخالقها تعود ما يخالقها بينما مريميده في تقانت مثلا لا تجبرها ياسر يا غير سبحان الله انك بعد لا سمعت مريميده في المنطقه ومريميده في المنطقه ولا مريميده في المنطقه هي لك بعد توا لا مريميده لا مريميده ولا رمت ايوا القضية السؤال مطروحون تياها السبب شنو يرجع علاش؟ من رأي كامل السبب مثلا الأغراض الشعرية كان هي والله يخلق بالصدفة توف على انه لهن 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 حاولوا نقاربوا بين الرواية حسب السؤال بعد من جاوب الأستاذ عندنا هم اللي في الستايل هو عانى كل منطقة وجوها العام كل منطقة ونفسيتها حتى في الشرع ينطبق على حد من المنطقة معينة حكم شرعي ما ينطبق على الحكم الثاني نظرا للنفسية ونظرا للحالة الاجتماعية والحالة الحالة النفسية مثلا انت عندك عند ول الجزار ترى عنه مثلا ينقال عنه بعض من ينقال عنه يا الله يصوم ب 17 سنة بيدي قد متوفر لهم الاشياء ومتوفر لهم الامور اللي ما متوفر يعني ب 18 سنه من صحيح نفس الشيء عندك احكام شرعيه قال لك هذا اليمين لين عود قايل واحد من المنطقه الفلانيه ها قصده يلزم ولين عود قايل واحد من المنطقه الفلانيه الثانيه ما يلزم على انه سطح عنده حسب اختلاف السنه حتى عندك بكره القدم كره القدم المكسيك والمناطق المحاذيه لها بوليفيا وذيك المناطق ها البطاقه الحمراء اشارة الحكم ها اللاب اللي نعود عاد ولا تماسوا بريدي ما حد هلا تكر فيه صعب ما تجي لين بهم بهم ماش بهم شيء طبيعي بينما اهل اوروبا اللي طبيعتهم بارده
وترابهم بارده وفيه الثلج وذا النوع. ها؟ عطالو بطاقه حمراء. بطاقه حمراء بيقول لي عدلها معناها عنه. يعني خطأ حدود وشوي والترس هذا ما اللي يخلق في الادب. يخلق في الادب باش شوف شت بريميدا عاده الفخر عاده للفخر ومنطقه منطقه القبلهم فيها اماره ها هي اماره الترارز هذه 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 الاماره ها مرقوها عده ودبا عدته دبا والله قاع ما قد مرقها قاع امريكان يكون ما قد مرقها اديب ما هو امير باب ما هو اديب ما هو اديب علماء هو دبا ويعيشوا الادب يوميا غير يفكرك انا ذا اللي قالوا بريميدا ما ياسر حتى بينما مثلا الحوض والحوضين قاع اساسا ياسر فيهم بريميدا نظرا لاش نظرا لعامل ازوان زين عامل ازوان زين مدخولات كر يدخل عندهم ترى عنه حد لا يغني لا يدخل بن وهيب والله بن وافر والله بالعيش والله بخلاطه الين ترصى يعود له يحكي لا يحكي لا بدال من مريمين حكايه خاصه لا بدال من مريمين المنطقه هون ياسر مغنيينها وهالغنى فيها ما يحكوا على الزاي بعضهم قاع ينكسر له وقال لك فلان يحكي على الزاي اللي شكر عند مدارس معينه هو يحيى روح يقتل تجبر وحدين اللي ما يحكي حد منهم على الزاي او قاع ولا انا عنه ما ولا له لا اقصد حدوده وكذا ومنطقه ثانيه تجبر فيها حد يقعد يحكي على الزاي معناها انه عد الروايه ما هي قاعد انا احتك عد الروايه ما هي اللي يلا علي وبالتالي ارتباط زوان ذيك الحكايه في مناطق معينه ها من اثر من ظهر ادرار انتاج الى ذاك المناطق اللي هوك لين عوينات الرجاء لين تقانت لين النهر قاع بريدات من لين بكر تقريبا هذا كان ياسر فيه بريد استاذ زعما زين قلت تعليق شوي على السؤال اللي طرحه الاستاذ انا ظاهر لي علينا نعالجه من ناحيه اخرى قضيه كان بي شوي ومثلا السبب شنو السبب كانوا مثلا يتعلق بالاغراض والله سبب بعض وهوره وهوره الادب اللي في خارج البلدات ما هو سؤال وهوره الادب اللي انا واحد يلعب فيه دور وهوره ما تعود قايله تعود بعد اصلا يلعب فيه دور هام حضور الفنانين في بعض الولايات وعكس ذاك بعض الولايات انا ظاهر المناطق الشماليه كيف ما قال الدوم خارجين بتوت نذكروا فيه تيت التام والبير وهار حتى فادرار انا ظاهر اللي عندنا البير ظهور البير فادرار والله ظهور في اي منطقه هذا انا وجهه نظري الخاصه عندنا وهار من ظهور السلاطين عادة تقولون الناس الفتيان والله الناس اللي عنده السلطة والله أدب سلطوي شيء أما هو مريميدا وبالتالي ظهروا في مناطق ذات تضاريس قاسية شيء أما وفعلا هذا استفاد من وادرار وتقانت وفي المناطق اللي فيها الحجرة الجانب الفناني المهم عند بتوت الحرش كيف الواكدي وكيف مماية البت الكبير والبتيت التام نوع منه حرش شوي هذا ظهر البداية اللي في الفنانين وكهر في المناطق اللي في الفنانين وهون لهنا نضيف علينا الأدب الحساني الأدب هون نحن الأدب الحساني جابر مشكلة في عدة ولايات من الوطن إلا ترارسة هون أنا ظاهر إن حد منهم ما يقول الأدب والله يقول لغنى زاد بعبارة يعود لا مكتوبات لأنها منطقة تجبر الأسرة مجمعة الراجل وأولاده ومناته شادين أخبار الأدب وهي رقاش يقول لدب ثم ناطق اخرى لدب عنده سلطة ثم مدى تمارس عليه السلطة ما هل لك الحد يالله يقوله خصوصا لدب الحسان عشان بالعام لدب واحد ومدرسته واحدة وكلامه واحد ولغته واحدة غير فم بعض المناطق تراه يطني شيء أما والله يكثر في ذي الله يقول بعض المناطق يقولوا شماوياسر ظاهر إن فم ظاهرتين في لدب هم اللي خلقوا في مناطق ولا خلقوا في واحدة أخرى جانب الرثاء أنا هذه المنطقة اللي الشرقية والله الوسط من الشرق وادرار رثاء ما كان ياس
هنا من منطقة التلازة الرثاء كثر فيها، وفي منطقة الشرق ومنطقة القبلة لدب هم اللي تجبروا يطوال حتى غير على الأقل الناس اللي يتقدم لدب في الإعلام وخصوصا الإعلام الرسمي على الأقل يلا تعود أنت رصيد ثقافي معين صحيح. يلا رقاش عوده يقول لدب عود رافيه ذاته وقايله راسه وقايله الوطن وقايله المعطيات أهم وأكبر به اللي كانت تقوله نخبة المجتمع وناس ما هي قايلته من أجل تكسب من أجل تكسب يقول عن بعد تكسب غرض من أغراضه غرض من أغراض الشعب المدفون صحيح. لدب حساني أنا كرشي كبيرة فيه لأني ما نختار وعود تتعرف من لدب كيف ما تعرف الأستاذ الدوف والجماعة لدب الحساني يطرح فيه الأشياء ما يطرح له لدب الفصيح طلعين تعود من الغزل يسمح بعبارات فيه تعود تقال بالشعر العربي وتسمع غريب تعود الحين لدب الحساني ما مسموح به لأن الناس كبيرة كرشة في لدب الحساني وتسمعوا كاملة تسمعوا الناس اللي عادية في التعلم وتسمعوا الناس المثقفة معناها أنه ثقافة مجتمع ونزيد ونقول إذن يا الله وسائل الإعلام وفعلا اللي حافظ على ذاك الشيء ما تم تعطيها أكثر كي قال أنا بعد والي عن لدب الحساني شيء كبير عند كيف قال الأستاذ محمد السعيد شيء كبير عند قطع عنه ملي ظهر لي عن متلقينه اكثر الناس تصنت له مكبره كيف قال فيه الكرش موكيت الشعر الحساني وان كان معناه الشعر الفصيح فبين الشعر الفصيح تعرفوا له النخبه بدل من لدب الحساني فيه الحسانيه اللي صنت له الراجل اللي قاعد في حريته يتنول منها وذاك اللي قاعد بوتيق يتنول منها وذاك اللي حتى كان الطبشور يقري يتنول منها كذلك التلميذ اللي ماشي واحد البكالوريا الى اخره الناس كامله مساوي فيه عنه كيف قال يا رعود مطروحه عند الاخلاق ويا رعود ذاك اللي يقولوا كامل وياك اللي يقدموا يعود اشكاليه مطروحه وانا بعد ممكن اعرف السبب فيها السبب مثلا ما ظهر لي انه يتعلق ب مثلا فهم الشخص ولا فهم المتلقي لهذا ولا فهم الشخص اللي تحاور مثلا انت على سبيل المثال انت قاعد حدا رجال كبار منك في السن قريب لك مثلا وتقول تقرا حدا كيف انا ابكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقفي اللي بين الدخول بحومدي عادي روايه عاديه يفهم بعض هو شخص مثقف وشخص مثقف فهمت وفاهم معنى غير ما عنده عليه اعتراض روايه طبيعيه قال انت قاعد حدا تقول فاطمه تنبقيك تلقاها تومجي اللي يقول لك هذا ما محترم الشخص مثلا شوف هذه اشكاليه هو قيمه اللي يعاني من هذا الادب هو شفت هو الادب الحسن تراث قيمي وقيمي اللي هي الصحيحه يعتمد على القيمه الاجتماعيه اللي عاطي المجتمع بسلطته للاديب بسلطه المجتمع اعطات الاديب بطاقه بيضاء ولذا ولا قرم جماعه ولاد مبارك هو مؤمن الجماعة ثانية كانت مناوية لجماعة ولاد مبارك وبمكيدة من الشاعر ومن قوة إخلاصه للجانب اللي يبقيه انتصر إلهي يعدل بغناه رواية يستجلب بيها النفع ويستجلب بيها القوة قوة البأس وقوة السلاح للخلطة الأخرين اللي مربي هو إياك ينتصروا سليم الطريقة اللي يخش بها جماعة ولاد مبارك شنو؟ قبل حولي أديب وقبل عمامته وجاو راهم كلهم قاعد على قرمز قال عنه قرمز من الذهب ناس بلغوا ياسر من الجلال وياسر من القوة وياسر من الغناء اللي هم اللي ما بحاسين اللي ما هو متواضع انه لينا جا داخل لينا جا داخل بينهم جاو مفهرين فيه قالوا ماذا راكب حولي فلان وداير عمامته فلان عنده هيبته معناه انه اعطاته بطاقه الدخول للجماعه بطاقه الدخول للجماعه وهو اللي جا ودخل وقال قوات الحليل في الصوله ثمارها في حصلتها وكريمها ما هي قوله سيد حمدي داروا واللي قالوا كطلع باطل لزينات اذا عنه هو بطاقه الدخول للجماعه لولده ولا هو لا بطاقه دخول الجماعه وحدها بطاقه دخول للقلوب تلقي بطاقة الدخول صحيح. للقلوب احنا عندنا الادب هو الوحيد اللي قطع عدل الديمقراطية سابق يفكر فيها الغرب به اللي مجرد يعود حد يقوله مجيد له صنت له الناس كامل صحيح غنى له قيمة استحمد لمير
وغنى ربان وغنى جبران وغنى سيدي والهدار وغنى والمحمد الحبيب وغنى سيد علي وغنى ابراهيم والابراهيم وغنى والكعباش وغنى الشيخ محمد المام الشيخ محمد المام وغنى محمد والاحمد يورا وغنى والجريفي محمود المام محمود المام وغنى والمداح وغنى كل اي رقاش من اي شريحه من المجتمع ومن اي فئه من المجتمع كانت دخولها للقلوب هو جودته فم غربال ورقيب من المجتمع على تصفيت حتى كان يعود ذاك الزمن مغني الامير والله مغني شيخ المحضره والله مغني الزمان والله مغني جهه وتحاول لك جهه تنصر غير يفكره لا لا يجي 40 سنه 50 سنه هو غناه ما انت موجود به اللي بوار ويجيش اللي كان ناصر والله الامير كان ناصر والمحضره والله الزمان والله كافنا وبقات تتعامل معاه لا الاذن الاذن ما هي لا تقبل ولذا احنا نرى كم قاف قط قال وكم من طلعه قط قال وكم من كرزه وكم من صبه ما هي مهمه عندنا اللي قط سمعناها بقى معانا لا خلاصة الخلاصة ونخبة أنخاب ونخب النصوص الأدبية المتواترة في الرقيب الاجتماعي والرقيب الأدبي اللي كان خالد كان منصف وكان ديمقراطي وكان موضوعي وكان أديب بما تحمله الكلمة معنى قلت قبيل عند الأدب أنه هو يكسير الحياة عندنا وأنه فارق أنه رافق لسان من ذا المجتمع والله من الناس اللي تتكلم بذي اللغه والله من الناس اللي فهمت الفهم اللي ذا هو والله اختارت المنحة الادبي اللي ذنبته وعادت ام شاعره وام اديبه يمشي معاها من المهدي الى لحد باش بلي شير يخرج وكي النوتر لا يسمى اول شيء تفكر فيه جداته مغني بزرها والله فنان لا يقول علي بت ياك يخلد هذه هي بطاقه صحيح. هذه هي بطاقه تعريفه وهي جنسيته ذاك الزمن وهي اعتماده في مدونة الأحوال الشخصية ذاك الزمن كانت الحالة المدنية هو عنك بعد قاعد قالك بس ياك بعد قاعد تعلم الناس انك خلقت وانك ولي فلان ايوه قضية يعني انا غير انا اللي عندي فيها هون لان احنا نتكلم عن الماضي اذا كانت المرأة تحجب ولدها بيعملك شاعر ومغني اليوم للاسف فهم نظرة اخرى عند ديب وقيمة الاديب ولا فهم حد قبالي اللي قال له شاعر ما هو اكبر من قدي والله ديب ما لا بدت شوي تتحسن الحمد لله هي لا بدت تتحسن هو كان بالفعل وكان بالفعل كان بالفعل سابق جيلكم انتم هذا وسابق الجيل الذهبي للقصيده الشعبيه اللي هو عبد الله يساب المعلاه وعابدين ومجموعات ثانيه من مختلف بلدات من موريتان هذا غلاوا الادب وحسنوه في نظرة الناس بماش بهم اللي قبلوا هندا معين وشكل معين وثقافة معينة من الأستاذية ومن الشغلة في الدولة ومن عدم التكسب كان الأدب عاد كأنه مهنة ارتقوا به عن ذاك لين وصل للدرجة اللي انطلق منها أساسا هو به اللي أساسا كان منطلق به يجيو ما كان يقول لغنى للطمعة بيلي ما يحتاج على يطمع يسار محترم عنده فن وعنده الشعر ويحمي الايقونات الفكريه والشحنات المعنويه للمجتمع ويكرس سلطه المجتمع الاخلاقيه والقيميه النبيله في ذوات الناس ويشيع بادبه مكارم الاخلاق وحافظ على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باش بس بكل بساطه هو عنه كانت عنده سلطه عاطيها للمجتمع كما قلنا مجتمع خايف منه به اللي هو اللي نقول عنه زين معناه انه زين واللي نقول عنه شيء معناه انه شيء ولذا كان ما يحتاج ذا كان مركزه الاجتماعي منطلق من ذا ولا كان يشكر كون حد يشكر زين حد ما هو اهلا للشكر والله عند الروايه ذيك هي مثلا منبيته عن انظاره ما كان يقدر يشكر شو كان يقدر يشكر للعالم اللي سك في المذهب الروايه ذيك هي مفردة عدلها البطل الاسطوري اللي عدل الرواية مفردة الفنان اللي الفنان وكل اللي يغني عليه وكل اللي يغني على الثاني السلطوي اللي كان يغني عليه يقيو اللي نتنا هو اللي يقيو مزينة في عاله هو في معركة والله مزينة في عاله في حجاب عدله والله مزينة في عاله في علم نشره والله مزينة في عاله في تهديد عدلها والله مزينة في عاله في راحلة عدلها
هما مالي نفس الشيء ردوا صاع صاعين للفنان بشكره لين يقول لين يقول غنى زين يقروه له بغناه ولين يقول ولين يقول شور زين يعقروه له بالشوار اعتبارا ادبه وتثمينا ويمشوا من عكار الى البتيت من كار الى البتيت يقصوا شواره كاملين لخبار والفنانة يقول لها زين قولك البيت الفلاني وزين قولك البيت الفلاني وزين قولك البيت الفلاني حتى عنا البيت يروسوه من اجل في طلعه والله في قاف من اجل ياكنهم يهنئوا ذاك المستوى المعين هو اللي نوصلوا له باختصار شوي قوس باختصار على ان الادب اللي قالوا المغني اللي ما يعطوهم قيمه اولا ما لي يعطيها للمتلقي اختصار نفس الشيء كان يقول بعض الدول بنو هلا قطعت عنه مقاله في جوجل راح داره ادب جديد له نكته وتكلمت فيها عن مراحل ساعه موقع معين موقع دينري منين تكلمت عن ادب جديد اللي هو نكته بعطيت نقول له امور من اللي درت فيه عن ياس من الادب بشيء دراج الرياح بيش بي عن دول ما يكتبوا له ابوه بيدي غزل ما يكتبوا والبويا من ما يكتبوا له ولده ولده ما هو يقعد عنده الغزل ودرت فيها مثيله منهم حمل هدار عنه قال ياس من الادب محبوبته معروفه وهذا قط جابونا عبد الله يسلم عليه في طلعه وكان ما جابوا قال ما رايت ما راى محمد من مثل الداعة ما وريته منتج لمين محمد من مثل الداعة قلت اللي قالوا المغنيين من قويه باسم الطليعة عبد الله يسلم عليه الله وكان ما قال محمد من مثل الداعة ما نقولوا عن مثل الداعة هم قال محمد شيخ يا اخي شهد شاهد من اليها يا اخي قال محمد احمد ورا معناه محمد له الدار ولا قاعد زاد الشم يا اخي قال محمد هي مره دراج الرياح ما نكتب لي الصغار من ما يكتبوه يوغل وكذلك يجري فيه ياس من ادبه مرة ادراج الرياح بيدي الناس الكبار ما يكتبون نحن كشباب فهم وتموا متعفي عيني هون دون الحمد لله يخرج الطفرة لكنه لا يحقق ذا اللي قال نادم عن كل ميتة الكهل من افريقيا تعتبر موت مكتبة موت مكتبة تم وهذا قالوا رجال ما يدعب لنا في خالة عندي رحمة الله عليهم قالوا حبيب السيد محمد علي قال له الرجال والميداح جزاه الله خير قال يا مولانا ترحم لديب حبيب العجيب الغريب الفذ اللي بدو عجيب واختنا رحيم ورحمه والطف الخلي المجيب والطف جمله بهل الرجال انا قريت الجريبي والطف جمله بهل الرجال فريق الفتوه والطيب عاصم تتبيضين البيضاء ورقك تزيق وزاد النول هم حبيب اللي ما كان يشوفون به والجنه طيالهم من باب الرجال زين حتى باب الرجال باب الرجال زين حتى باب الرجال مش معنا ندر كان دائما يموت شيبان مشات مكتبه وتروح حرقته لكن حرقه مكتب يا غير الحمد لله خرج الطفره نوعيه في الجيل الذهبي ومن عنده لين نحن هذا يلا شدوا عليها ونقضوا عليها بالنواشي زين الاستاذ محمد سالم ان اختارك من قد ادب الوطنيه خالق انا طلع قد سمعتك حكيت ونال واعجاب الناس كامله اللي كانت حاضره في مهرجان تشيت النسخة الأولى مهرجان المدن القديمة تشيت النسخة الأولى رويهم أولى وعندي عانا من البتيت تام زين زين إيه مذكر شيء من بتمارتو واهدين هداهم اللي عنا كاليوم خارجين طلع قط قلتهم في أخبار عارشت بيهم ظاهرتين أنا هون دائما أختار الإعلام اللي نتكلم فيه نحاول خصوصا في الأدب إذا نعود واضحين في شيء ما خارج الله يرتين كثروا فترة ماضية هي هاي بعد للأسف لا فترة ماضية غير تغير ظاهرة المسلسلات وعات الناس واحدة في المسلسلات وأخبر هي في أسماء المسلسل وأبطاله ولاعبي الرياضة وليك بعد ما نضبها قاع يا غير بعد على الاقل ما تعود على حساب ما تعود على حساب التراب على حساب الهويه الوطنيه ولا على حساب فريقنا من العلماء وفي نفس الوقت مولي في ظل فتره كان فيها اللي قال له المقاومه والله للمشاهدين والله الناس للتضحيه ما نتكلم حد عنها مستني في قايع شوي وتغينشت من ذا تغينشت من ذا ودا عض الكلب اللي ولاده يقولون قلت طلعه في المضمار وعندنا اللي قلت انت نقول فيها للدوله ارتجلتها والله لا كتبت هذه كتبت ارتجال قاع ماني اخباري فيه
غير بعد اللي عندي مكتبته في ورق معين ما هو طويل. قلت الدولة ما هي من المعقول قوم تضحي تبني دولة جهادة وايدها مجهود بكشام في كم من بطولة أحباب. وراني بعد شاء من المنبر زين عندي فخامة الرئيس اللي لكن اللي سمع طلعتي الشيل المعدل المقاومة وعدلها عدل للدولة ما هي من المعقول قوم تضحي تبني دولة جهادة وايدها مجهود بكشام في كم من بطولة. ما ترى دولة قاعد ذيك الحال وبيها شعب يتيك الشعب ذاك لا خليك متعارف هذه مقبولة ولا مقبولة في ذاك تناسيك لبطالك ما هي معقولة ولا معقول يتمي ناديك الإعلام الحلقة معلولة من مسلسل بما تعنيك تاريخك فيها يجولة لكن زين اللي يرتد عليك كانوا في أكثر من مقولة زينة ومنين اللي تغذيك عدوك ترمدهم صولة لبطالك ما تبقى فيك بمدافع قشمة مسبولة في المستعمرين عادي جعب هديمة مسلولة قوم تاريخك لا تغريك الشعارات المجهولة خلفيتها لا تلهيك قرب هي الكبصولة واللي عنه دار يجوليك لا تمشي وياه في جولي الشعب لا تعدل بيك فوضى والفوضى قنبولة للدولة حتى زين ما من المعقول قوم تضحك للدولة زين زين رجوعك ما عنديني قاعد أذكرت مولي فيها شنو مظاهرات والأمور اللي تخرجيك الساعة اللي ما يوعد شيء محامرة من الدخرة عقب نعرف أنها ما يوعد شيء ما يوعد عقب نعرف الشعب توحد لكن الشعب توحد لا تقبل فوضى والفوضى محظورة والفوضى قاعد على شد اللي يكون تردك للدورة لا تقبل يا الشعب التمزاق المحالي في كل انشقاق الثاني اللي بيهم ترتاق سابق ما عدت في خطورة من ذاك شبه لك الاتفاق والتآخي والمشورة وتمسك بالكرم والأخلاق الزينين ولا تتبورى من قيم لوايد وساق لطريق الخير المشهورة لا تتلب شعوب في سياق الاحتجاجات المقزورة للشعب توحد لا تقبل الفوضى والفوضى توحد ما زين الشعب الفوضى قاعد على شد اللي يكون تردك للدورة قط قلت في, 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 في نفس المجال وفي نفس الزمان قفسة موريتان بالأحلام قفسة موريتان بالأحلام وشك أن الثورة موضع والضحك على الشعب بالكلام الكبير لا حد فوضى حتى فوضى قفسة موريتان بالأحلام وشك أن الثورة موضع والضحك على الشعب بالكلام الكبير لا حد فوضى وقلت لهم في كرزمنا البت مومايت البت الكبير يقول الخير والشر الخير والشر نتشاوق بي الاثنين ويا الإنسان في بلد الخير محبوب في النهار والليل والشر منبوذ في الشد والعد والعرب راو الإسلام بديل في أفكار ماركس وأفكار المد لاشقين شعار فيها واجي والله عندهم ما تنعبد إذا الخير طفاو قنديل الدين وارتد ذاك المرتد زال ملك الروس زال ملك الروس به ميخايل واخبار لينين ماتت تشتد وصلوا فراي والناس رحيلوا ساو فمجاد يشدوا الجد تحوت عندهم والحديد والنيل والذهب الاصفر والذهب الاسود ويسري يا غير به متفشوير جيش متخاون ما يؤيد الواحلين فيها لا تكاتيل بينهم ورد فعقاب الرد وذم الكذيب هو ورطيل ماتا وغارين باخباره حد واخبار قابيل هو وهابيل دلت عليهم والدهر يشهد صارحناهم والحق جميل في منين يعود الخير مقصد مبارك لنا طرا لهم جيل عود مفيد وعود مسند وعود عربان وعود الجيل قابل في طريقنا يتوحد الخير والشر انت شاوق بي الاثنين ويا الانسان في بلد الخير محبوب في النهار والليل والشر منبوذ في الشد والله انت نوافذ يلا يخرص لهم يخرص لدب منهم لدب الحسان واحده الله يقول لدب حول لك نواحي فيه حول إنتاج الأدباء وحول قيمة لدب وتكريسه للقيم الفاضلة والقيم الوطنية وقيم الاعتزاز بالوطن والارتباط به هاي نقطة جانب الأخر مثل كيف قلت سلاح ردع عن الرذائب وترغيب في الفضائل والشهامة وهذا ينتظر له من ناحية لدب لأنك الشكر كيف مثلا جانب الشكر لدب الحساني يعد ما هو مبرح حتى والله ما هو كذا وجانب أم اللي المسي من عند أم اللي ما هو متين حتى تم لابس اللباس هذه مهمة تكريس القيم الفاضلة ونبذيك اللي ما هي فاضلة احنا عندنا مسميات الزينة ودبنا كراس مسمياتنا اللي عندها ارتباط بالثقافة عندها ارتباط بالثقافة بين احنا وبجورنا وعندنا بليدات وغنى عليهم واليوم ما تلي حد يعرفهم عاد وهم حدودنا اللي داري وحدودنا الحديثة وهذا كان خالق ومعناها على الندب يلا يركز على نقاط ثلاثة واحدة
فرابنا قوم هنا دبو يلا يتم قومه مسميات وعدلة تلفونسي وعدلة جي بيس سابق جي أدبنا أدبنا اذكرنا ترابنا واذكرها بثقافتنا مسمياتنا تحمل ثقافتنا تين تقول لي قطوا خلطك مو خل مفاد سير تحت اقلل قيادة في محصر ياسر من الاجواد تمرات ومن دنباط واليوم اراني خلطك باطي تمرات مير رباط تمرات ما يعرف احد يطلع من الغزل تمرات مير رباط الغزل اليوم ذكرت فيها مهجوره كشيمه تين تقول لي يا زميلة القطوطة راعيك عاقب نعمك ذاك ومديك نعمك متعدل هذا الكعباش زميلة القطوطة راعيك عاقب نعمك ذاك ومديك نعمك متعدل وهاليك حالتهم كانت مضبوطة ولذاك علي المقليك واحد يا زميلة القطوطة المقليك لذاك علي المقليك المقليك علي موطة قط جبرت منها في عطيب تتمشى توطى ما توطى عنده البيطات اللي كسيب عندك يا زميلة القطوطة هذا اللي هذا لده لابس اللباس لأنه مولي محمد أحمد وراء تيرس سبحانك الحي المجيب سبحانك الحي المجيد يذا من مال صحاح نجاح يذا من حد عليه بعيد يفتاح مرجع عليه يفتاح كدي تزوق وزوق والمهاد والقور والاسهاب والمحاد ما فيهم حد تلاو واد الجنة واد الجنة من هم الكاني مدجيه قاع الله يعرفه واد الجنة من الاستراح ارتاح واللي كان في حومة الاجواد عامر من الاستراح والبطاح عادة تبطل الرياح وعاد بول الرياح تبطل الرياح واللي خالق من حادة حي شافت راياس الماه شوي غدرت نزالة خشم العي خشم العي واد الملاح وقدر زاد اللي عنده ذي القزاح وذي القزاح هاي البطاقة اللي قال الأستاذ قبيل على الندب الحسني ديمقراطي قاس بليدات بدون احنا اليوم ما شيناها غير قاسوها ودبا الحسانية هو السر في اني نقول ان موريتاني هي مركز ندب هذول المغنيين المناطق شي منها قدود ما تلف في عصرنا اليوم ما تلف موريتاني غير قالوا دبا موريتاني وهي هي الجانب اللي يلا يخلص فيه ندب ندب قيمة ندب الحسانية قيمة ندب قيمة كبيرة ويلا قيمته تنعطى لاهله قيمته تنعطى لاهله حد ينقال انه اديب اذا كان في المجتمع الاول كان ينقال لك اديب لا يبقوك تبقيك الناس العلم وتقدرك ولا يبقوك تركه يحترموك ولا يبقوك ناس كامله وكان الأديب قيمه كبيره واليوم للاسف هذا لا غير من الأدب طاح من عين شيء ما والرابع علينا وسائل الاعلام لا من الشبه اللي مازال محافظ عليه غير رياضة التقاعد والناس وتعطيهم قيمه حد يعدل برنامج ادبي يلا ينعطالو زخم خاص ويلا يعدلوا اعلانات الأدب فيه الاجتماع وفيه القيم وفيه الدفاع عن الوطن وفيها قيم من اللي عدلتنا نعود ونلبس دراريعنا ونقطر قطره صالحه وننبذ السرقه وننبذ العقوق وننبذ الشمانفع هاي قيم البيضان اللي قبلها من ندب الحساني معناها انها ما ينظر لها حد منظور ضيق ينظر لها منظور عميق وتاريخي وهو اللي مشى عليه المجتمع الصالح والسلف الصالح السلف الصالح مشى في الدين يا خير اللي مشى في ندب اللي مروخ الدين كان ندب حافظ للمروه ندب حافظ للمروه حافظ للكرم وكان الرجاجلين معيب بانه بيت الخطار في الخلف لدى الحسان ودور يزوق يزوق ولا تلا يبيت حد في الخلف وهي ينظر لدى من الزاويه لدى الحسان ينظر من الزاويه الا ذكر بعض الزاويه ما شفت تقاع باليد ما زاقت منها الناس توقع هذه اللي رايه محشوره ذاك الزمن اللي نقول لكم رقاف اللي قالوا عاد الناس كامله كلها يختار ينزل ياك يا توق فرقتي الله يزين ياك يا توق فرقتي وياك ما رقت قيمه وياك ما قط سمعتي يا ضيف حوشي الخيمه عاد توقع هذيك لحد ما اللي يختارها وجهه يختار يختار ذكر بعض التوعيه عن الثورات اللي ذكرت استاذ دبي بعض قطبت فيها قلت يا شباب اسمعني اذا الهون في موريتانيا ونوصيك عليك لا بالدور وصون دورك في التنميه يا حظي زين الدوله طاعتك الاهتمام يا الشباب وطاعتك زمام الامور وهذا ما كلام متعدت معها شريك هذا راهو كان في الاحلام غير من العهد تحقق بيك يا الشباب اسمعني الهون ولا دعوه بيت القصيد ورعاني من ذوك الثورات الخلاوي البلدان ما تات بها تعمل واطرح بالذات العين على الدور يجازيك كنت تعاني منه فاس تعدل لا يبقى عليك الشباب اسمعني لي هون موريتانيا ونواصيك عليك لا الدور وصون دورك التنميه مش معنا مش معنا حكي قالوا استاذ ندب ندب شيء اساسي وحد الشكر والله منطقه شكرت من الناس عليها جاجتي بدا على كي قلت يا لا من هو البين بين عمران والدمار حد يشكر حد يشكر بلد عامر منك يا عمر راح ولد خالي منك يا خلف راح الله ينزل بل الشكر بل الشكر مطالع الشكر ما يعودوا في شيء ما تم طالع ولا يعودوا ما هم في شيء ما تم قال نعوذ بالله انا راح ندرس من عم من مغلى من صندد من مسلم من فقر الضعف ما حلق زاد من احوى مفقع
مسجل ما عاد المشي على البلاد مسات في المهجرش بكرم عاد ابن المقداد سيدي ولهدا شو عند ابن المقداد هذا اللي ما فينا حضرك حاله تربطوا به احنا هذا المجال اي علاقه يكون علاقه الاعجاب وعلاقه الخلود أيوة. وعلاقه اي من نتائج الثقافه تكريس الادب تكريس سلطه الادب خالق 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 مبحث نختار يجي معاكم بعدين هو الطريف والجديد في الادب الحساني خرجوا عده محاولات جذها باء بالفشل باللي هو ما يحمل هو سلطان وتسنسته فنيا هو ما يعدل بليد هو يعدل بالعين خياط الادب ما تعدل بليد تعدل بمق العين وتعدل بمشاشة العظم وتعدل بالجخ وألوانها من الجخ ورايحتها من الروح وجدانها من أعماق رقاش وبالتالي ما يمثل يقدر يعدلها محسوس تعدل بالإحساس وباللا محسوس وهي ما فيها المعنى هي في المعنى هي في المعنى هي كامنة في المعنى وبالتالي المعنى ما هو فيها هي محتاطة بالمعنى بيدي الغنى يقول لك يا عيش يعود زويقل ما يقدر يقبلوا العقل ولا يقدر يشربوا وبالتالي يقول لك العرب الأولين عذبوا الشعر يكذبوا وما هم الكذب ذا اللي راذيل من الصراب اللي خيل لك البعيد القاسمة ونين تقرب منه هو ما هم نفس الشيء مولي الأدب يزين لك طراش من الرقوق الحمر باكي عليهم مغني وعدلهم لك يقليهم عليك كيف قلت إبراهيم الكلي جابر شمن التلياع جابر شمن الوجاع والتلياع بالكراع الأحمر شما وقاع كيف تشكت تخلق جابر شمن الوجاع والتلياع بالكراع الأحمر شما وقاع كيف تشكت تخلق والتلياع إلى شاع تخلق منه لبدك ويا العقل اختر لك بين تحضر والله تزمك وعرف لك عن عظمه ما ينخلطه في جدك هو غلى عليك الكراع الأحمر وغلى عليك واخبط لك المثل الحسان بط لك وعرف لك عن عظمه ما ينخلطه في جدك انت وارك عند تختير الكراع الأحمر عدل لك لو بيبيسيتي انت الكراع الأحمر وقدم بالله يقد يعود شتك بالله المنين قدم بالله رقبت اسمك قلت النص للحق عندك نزلت مريم قدم بالله نزلت حق الله شفتك بالله حق الله حق نزلت في قدم بالله والله ما هو قدم بالله فرق لكن اللي صار قدم بالله واجد ابو العون قدم بالله هذا وين شت قدم بالله هذا قد عود بليده تل ما خامر بالنسبه له عاد جنه الدنيا هو راح هو يقول عند ابو والدي العموم يا ابو العمو قال يا سلسبيل انا حبوبك نوبه نعرفها من دهار قط مضات وكيف تشوبك والله طمن في كل زراع يمكن نوبه نعرف فرقانه في رقبه تشوبك من دعيانه قباد القران قران فيهم كلي وكلها والمكان المخصص كان لتقريه العلم وتكرار النصوص وفم البيضان ولعب صرخ ولعب ام دياره في الساعات وفم صوان ياسم معطى الاخبار وفم الحيوان ياسم معطى الاخبار يا سلسبيل انا حبوبك نوبا نعرف من الادهار قط نضات وكيف تشوفك والله طمن فيك الزرع زين حتى هاي النقطه يا استاذ نمشي زين قاعد ما يسمي يقدم بالله الليالي قوت رحمه ما يسمي بقرابته الفرح المغلي ما يسمي ما يسمي بليدات زين النقطه الاخرى قضيه اني نسمع عيت نسمع حلقات يفرقوا فعلا الناس تنتقد وصلنا نسميها طريق يا رب واحدين يقولوا لك واحدين يقولوا لك تغبوا لك مثلا احنا هذه المقدمين عينا نقولوا العميد الكبير والله المستوى الكبير والله كذا انا ظاهر يعني ان هذه قيمه الموريتاني شاملوا يا غير شاملوا لا في المعرفه بهم تقديسهم للمعرفه وكبر عندهم المعرفه لين تعود لين يعود الاقلم يا احمد قيمه ادبيه مقدر لين قالوا كل شيء به اللي يحمل قيمه قيمه ما يفيه هو يقير التقدير ذا اللي يحمل انت لين تعود خلاقه يامس شاب صغير وتجمع قدر من الادب وتعود مهتم بالادب وتعود عندك مخزون والله بالاعلام والله باي جانب ثقافي سوى شنو وتقبل فيه اللي ما قبل ب 60 سنه وانت ب 20 سنه استحقيت ان نقول لك العميد ونقول لك الاستاذ الله يعني القيمه ماني عاطيها لك شخصك ولا فلان ولا اني عاطيها لك انك من بدايه كذا عاطيها لك انا قاعد عود من قومي قاعد عملك انا عاطيها لك عملك وجهودك وبحثك عاطيها لك المعلومه اللي قبلت معناها ان احتكار
للقاب الشخصيات احتكار للقاب بمنظور شخص ب 10 سنوات والله ب 20 سنه والله ب 30 سنه ما هو عادل ما يقيم الثقافه فيه ودابا احنا كنا نحكوا دبهم وصل للمناطق كامله كنا واحدين منهم توفوا كل ابو 30 سنه منهم القاح سيدي احمد ولي سيدي احمد مثال هادو 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 ما قد يقول لحد اليوم على انهم ما ودابا كبار والله ادبهم ودابا كبار انا اكرههم ادب حشد العبد توفى ادبهم نموذج ما قادين في جهاز ولا قادين محيط معناها ان هذه ما عادوا السن لا يقرروا ولا محيط ولا ينتقد رقاش اذا قال نستضيف لكم الاعلامي الكبير الاعلامي يعد عدل تقارير مهمه وعدل عمل مهني حنا ولينا موت سعودي قال الاعلامي يلا كان قال له سطير لا ياك ما يشجع حد على الاديب والله ما يشجع حد يعد 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 الاستاذ شريف اذا شاب سطير جماعه الندب هذا قديماغه والله ولي علي بلغه تلد بلغتنا احنا اليوم انا اختار اتكلم بلغه القيم مسميات طبيعيه يجيب لنا ادبهم ويجيب لنا ادب اسمها الشرق او الشرقي والرقيبه ويجيب لنا ادب بلغه 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 لغه اخرى ويجيب لنا مثلا يسمعنا كامل وانت شاب صغير انا شخصيا نقول لك العميد الكبير والله نقول لك استاهلت يقول لي استاهلت نقطه اخرى نوصل لها باطل داخل اخر الكلاميه اللي نختار نوصينا احنا هذا كامل ولا يسمع الحلقه باش يعود الادب الحساني كيف ما كان يا الله انت اللي راجع من اهل موريتانيا البدايه تهتم بادب الموريتاني اللي هوك تهتم بادب الموريتاني اللي هوك وترتاح وتعود تعرف ذاك اللي رقص بيه ذاك اللي قال نمراء ذاك اللي قال الشعراء ذيك البيده وانا يعود مهتم بدرايين بعد نطبقه في راسي اللي عاده نختار كاع لا نذكر دب الناس الاخرى ودب ولايات اخرى رغم ان تباطؤ محيطك الليله كامله تباطؤ انا فقير غير يسوى هذه نقطه مهمه عندنا نعودوا نعرفوا نعودوا ما هني اذا استضفتوني من ولايه معينه نحكي لا ديك الولايه والله اسره معينه والله دراري كاملين بقيمهم وباخلاقهم وبساطتهم تحفظ مولي مخزون دائما نذكر من ادب الولايات الاخرى بان ولايه مولي مهمه عندي شوي نذكرها كيف قضيه الادب شخصيات مولي اللي عدلت بصمه في تاريخ موريتانيا كنت بتسمعها يا حرب تاريخ موريتانيا لا بتاريخها الجهادي لا بتاريخها الوطني كامل بصفه عامه ولا بصيتها في الادب هذه ملكنا كاملين ما هي الولايه يلا تعد ملكنا كاملين ولا اللي مجدد يلا يتفرح لها انت ويفرح لها ويفرح لها ولا اللي ندار لها رمز يلا نعتز بها كاملين موريتانيا كامله تعتز به ما يلا نعود نعودوا نصلبوا الامور على انها من ولايه كذا والله من ولايه كذا وهذه ما هي صفه الوطنيه لان الناس ديك الساعه اللي مشات تجاهد ما جاهدت من اجل عمر الولاني هذا درار ماتوا في تقانت وماتوا في العصابه وماتوا في القبله وهذا الشرق ماتوا لا وهذا الشيري ماتوا في كذا حكم على الشهاده ماتوا تقانت نفس الشيء الان هذا هو بناهي زاد عن الناس الاولى ولا الحامل ترى عن الناس الاولى ترى عن الناس الاولى والامراء هذا ما وحده فيه ماتوا في قنيت ما وحده سمعت عن الامراء هذا ما واحد والصفرة والحاج عميري ما تفتش قشه واذا ما براني عندي الناس في الطنجه الاولى ما واحد الناس الاولى سيانه عنده معناها الندب مناطق سيانه عنده تذوق وقضيه الحسان قضيه تذوق روايه اللي تفتح منها باب واحد لا يتجعل جميع الحياه الموريتانيه واللي نعيشه احنا كامل لا باب واحد عنده ذريه واللي قلها من ثرائها شنو انها تناول ولا تناول بشيء من حريه شيء ما وعدم المشامله في ياسر من الامور يلا نفهم ان ادبنا هذا قليله مده ما يحاسب جامع قليله مده ما يحاسب يعني حتى وقليله مده تقول من اللي نقول احنا وقليله مده تخبط في الموسيقى اللي يخبطوا فنانين نحن والطريقه اللي نعدلوا في ثقافتنا زينه كامل وتوف وعلى ذكر ذا اللي ذا اللي ذا اللي كنا نقوله خبيط وعد ذاك مهرجان الله يبارك فيك انا بعد ذكرى عندي ما قد شافنا احنا متباركين نعدلوا مهرجان للادب الشعبي خاصه لا بالادب الشعبي هذا يعني والله ربع موسيقي لا الادب الشعبي ولين عد قاع يتم عد متوازن مع اردي الله عد كلهم يستضيفوا يا السهره قطعا ذاك الحكايه هاي لا يعدل في التشريع هذا يميزنا حقيقة تقول لك عند اخوتنا كاملين صحيح وعند شباب خاص موريتانيا خاص بالمرأة حق توكر في التشكا صحيح عندنا انا نشجع قضية الدين دي وافطاني كيف تدين تداخل والله هذا مهم تدين تداخل مشتركة مع الدين هذا
أنا هذا الرواية زين. أنا بعد شخصياً راعي لنا نقال ولد ابن حسان والفنانة ما جيني أبقى داردين والله الفنانات اللي أبقى داردين لا تتخصصين البرنامج وما شاء الله ومهتم بهذا المجال ولاهي مجاملة الأستاذ نعرفه فترة راق لدب مثال ياسم الناس ما هو واحد اليوم تخوف نختار نوصيك لأنك تهتمون باللي قال عبارات لدب الحسان ولد الحسان بلغته وبعباراته تتماشى مع ثقافتنا كيف مثلا مسميات طرابلس مصطلحات مصطلحات انت اللي تقول لي مثلا انت اللي تقول لي طالع من الغنى الحساني على اسم بليده ما هي موريتان لا تستكسالي لا تغني لي لاكات يعني بليدات اسمها ما هو اسم اسماء البيضان لا تستعصى علي كيف مثلا اذا قلت لك ولا نجيب لك بعد ان شاء الله بلاش موريتان لين نقول لك هذا سيئا عندي مولانا الموريتاني كامل بلي لك جيس بليده منها ما ذكرتنا بل كنا نقول بي ذكرك بثقافة الموريتانية واحدة يقول هاشم من عبد الله يقول كنت فريع الدامي نبقيه وكريع العتاري السعديه مخروف اسمع الوقت اسمع الوقت مخروف وواد في ديريه بل وفي ما هو مقيل واد البهني الصغري ناسيه ذا وكر سبة المقاويس وقت عاد اللهم ماسيه ما هي فيه ولا فيه هنيس عاد فريع الدامي ثقيل وثقيل كريع العتاري وثقيل ملي واد الفيل وثقل من واد البهني هاي الودية هذا اربعة ودية الكرهون كنت وثقل من هاي الودية الاربعة هون كنت كانوا فيهم الرجال بهانيس وثقيلين ولا قد يوخاهم حد ماشي ما هو بالصعوبة نقول فيها لديب طلع اللي نقول فيها فيها كنا بعد فيها عن كلا هذا العقل من تلحميس هاي اللام منطقة العليبابي سيدي بابي مثل هذا العقل من تلحميس بالكلة وليالي القريس كل بلد مزار الدحميس بدفاه تشوف وتروقه وتبات تقصص كلها قيس تروقه من بل فروقه تجلاجك من ما يحتاج العقل ولا ما كان روقه ومع ذا خالط لك تجلاج تخان لباسك وفروقه هذا هو هي دي مغرابي يسلد الحسن رجاش كيف ما قال حد قبيل في الجماعة علمني من نوع من الناس مزارع مثلا ومن طبقة معينة من المجتمع غير بعد غناه غير بعد غناه على مراتب على مراتب وصل هذه دي مغرابي يسلد الحسن هذه الكلة حتى اسمعها كلا يضيف هذا العقل مثل حميس في الكلة حتى صعب في المعاش كلا انا ما يقدر على عند الحميس مستوى في مول الحريز بريالي الجريس كل بلد مزار الدحميس بتفاهم تشوفه وتروقه وتبات تقصص كلها قيس تروقه من بل فروق تروقه تسمع تروقه من بل فروق فرنسينا تجلاشك من ما يحتاج بعد تروقه من بل فروق ترى انا واحد ولا ما كل روقه على خارطك تجلاش ترى قباسك سوء ضرارة سوء ضرارة ضرارة بعيد ضرارة شو قول اخي حبيب رحمة الله عليك كان يباطل فروق هذه بلغة شو من الناس ذيك المنطقة قيس بلغت من اللي هلا والله للشمال يقول لك شطيب الله يقول لك كرس طلع الفيديو للداي اخير كافي العقل من الرقاد لحقك توعل وخوض قاد شيب في راسك عاد بعد شيب ولحيه مشوبه والتوبه لحق تحدرات فيها تخمام التوبه سابق انت من فات عاد فعلك حديث النوبه حروف اسمك في شطيب وادع على حجره مكتوبه وانت تعرف عن ذيك زاد احسن في العقول واللي يقول طلع احسن في العقول قلنا هذه نقطه قلت بلال تذكركم بالليل تروح داني طول الدين في شهر هو اللي سبحانك الحي القهار يكون تويميلة الأمهار ورارة وحسية قصار واللي تعرف من حد يعيش مات من رداد أخبار مات من رداد أخبار انشاف والأصدار والحشيش بيهم بطش الدهر القدار عادهم من الأقدار والبطيش ومطليش بلدهم قفار وصل الدهر يقلب ويطيش تقلاب اللي ماه شوي شوف حسية الروي أما طليش عاد وعاد من اللي يا خي ما طليش سوي التنويش هذا شو مالي شو مالي قولان حبيب قلت لك وين كان الله التنويش ما يطاري شو قولان حبيب وعلى تجوني ما يطاري ولا حي الروز هو وهي دير المعروف الشيخ عرب شو حبيب قلت لك وين قلت لك وين بطعن راد علي والميدة حبيب خال عندي طلع قال له حبيب السيد محمد العلي قال له عقل هون الفارقات على القطع وحالة زيني فردان ومورشات معصب طاية سالت انا من اختير انا مختار الغارقات وفريق التاقي ده انا مختار الغارقات وفريق التاقي ذي هون الفارقات على ذي قطع وحالد زيني فردان ومورشات معصب طاية سارد انا مختار الغارقات وفريق التاقي ده ما اسمع زين اسمع لك ادب السلطة عن ساعته ادب السلطة اللي ذكرت لك بي غير السيد احمد طلع عنده من البتيت التام وراه هو ما هو من البتوت المعروف بتنقضيف ولا بالحراش ولا بسخونه ولا غير قلعات ساخنه ذامر هي
يعني يقلل في التحنان على دار الوكر اللي كان وعلى دار قليبي مليان وعلى دار قليبي المصدار تحنان افطن ما يزيان وانت ما تروح عليك العار تم تروح عليك العار ويعت الدور تحنن تم تروح عليها عافطة سيدي ويعت الدور تحنن قد منين تشوفه لو كار دار افطن عن ذاك المحقن العقل وهذه دار الدار والمحقن عنده دار افطن والدار من اللي فيها دار دار من اللي فيها دار فيها دار هو اللي هو اللي هو اللي يقول مارت عن مولانا شركوا العقل الحرام وور ملكم الله يوكر يا حلباط الحرب وانت تستدر في العقار وتنظر كنوال الملك لله الواحد هو اللي يقول هو اللي يقول من البارح ما ذقت النوم لين ابتد الصبح اليوم ما بيجي حامد القيوم في سماني لحد سماني داني جابر تقلوم فخلاقي والبيه ثاني اهل الريم بعاد وعاد وفقام البعد الفوقاني عودان اهل الريم بعاد وذاك هو سبت عوداني من البارح ما هو سبت لي والاخبار ذاك هو الاخبار سيدي محمد ريت على قالوا لي يا رواقيش انا قاعد ماني عليها في فيسبوك ودائما ينقال عني عليه وانا ما عندي به اي علاقه دائما تعد المره نعتوها لي وحده مكتوبه عليها الصفحه العميد ومرة صافحت فلان والفلان ومرة صيوست من القاب أنا قاعد ما أقول والله أنا ما عندي أي علاقة لك فيسبوك غير بعد ريت أرواقيش اللي معدلي ناس التعليقات في بالتوك وفي هذه الوسائط الاجتماعية كاملة على ذا النمط اللي عدلت من 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 الغناء وقطع علق عليه في برنامج جماعة مرات نختاروك نتيحوا له فرصة انه يسمع هو اللي يحكم عليه الناس المتلقي والمتلقين ولا هون حد قابل وكالة عن المتلقين ولا هون حد محامي عن المتلقين يخلي المتلقين يسمعوا هما اذا اللي قال اديب زين الاستمرار يتوصل ونجاحه يعني هو الحكم فيها المتلقي الحكم فيها المتلقي لا قيسان عنده لا قيسان استاذ حب قال شخصي كور ما زين عندي انا لسه ما زين عندي والاسلوب أسلوب معروف هو شنو هو ذا اللي قال له شنو تضمين والاقتباس تضمين والاقتباس وكيف قلت مالي خلي المتلقي يرغب قطعنا معدلوا منه شيء من انتصر بدعوا فيه بدعوا فيه ياسر البدع هو إعادة القراءة إعادة يعتبر بالنسبة لي مناطق الحسن فيه عنه إعادة القراءة نصوص قديمة إعادة لها الأصول أسبوعي ما كان أسبوعي بن الشام هاي إحالة ذاك النص الجميل إلى أقصى درجة كيف فيه نمط كيش تبرع صار أنا أصلا مو لعب شعر نزار شعر نزار قبل عيت نقرع هاك الشعر عاد ودائما ما اللي زين عندي نصنت فيه دائما اللالة الشعر اللي يقول على حاسيس انت ما خلاك شاعر على حاسيس ولا قطعك بين الناس يقول على لسان المرأة للمرة العشرين كررتها في حياتي الآخر ويسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يظن أني لعبة في يديه زين عندي الشعر اللي يقول على قمت أنا قلت توف على أن مثلا ما له ما يقدر يقعد الحسانية نطق سويت السؤال على راسه على السنة السؤال على راسه تعبر منها تعبر من العليات المرتانيات ذيك اللي قلت وزن تبريعة ولا تقول تبريعة ليه تقولها يبال تهنى لمر المولانا ما هنى ايه ليه تقولها في 13 متحرك 13 متحرك يبال تهنى لمر المولانا ما هنى الله صبر السلام يبالي صبر إنما عدد عسل يسرى والجسم يوقي زاد الا الام اللي عاقل القلب حمومه والجسم محمور فيه سبل السلام للي سراح الكامل شوفوا لي رهابي فن عاد بحياتي سعدك انت ما تفضل ما في الدهري شربتوا سعدك انت ما تفضل لك ما في الدهري تبرع مش بعلى ان تبرع المره مثلا قري لك اللي منهم يتبرع واللي منهم اللي تقول تبرع عمري تشحدها تشحدها هي تقولها وتشحدها يقع اللي قاعد ما تتبرع ولين عرفوا ما تتبرع رفيت النية من عدد نمط أولا أنا زين عندي مثلا رافعاً عن عدد وعقبات مدي ممكن نقدم مادة جاهزة بيك اللي أنت حالا مثلا في موضوع معين أنت ما اللي نقرأ لك نص نجبر فيه ذاتي أنا استغنيت عن قضية كنت نقول طلع في ذي الخبار ذي ما كنت قايلها انا كتبت طلعت طاير انا اعرف وجبرت فيها ذاتي ما اقول جبرت فيها ذاتي وبالتالي ما تلي تقعد تعبان في مثلا معالي زيك القضيه قالوا وهو اللي طلع عم ستي في الواتن طلع عم ستي في الواتن من بت مشروم مجموعه البتيت وخصصت له ذا
به اللي نبقيه يعود بسيط اولا، به اللي العليات اللي في مثلا ما قبال عرات حتى ما ياسر ومن بعد يقول لا شوي البيق وخفيف خفيف ستي في الواتن حتى ستي في الواتن ستي في الواتن بتملي مثلا املس فيه سميته يليق سميته كج تبرع وذار قضيه جدل مثلا في اخبار تسميته كج تبرع غير كج الفهم اللي شاك الناس انه هو اللي قيسانه ما هو الصحيح. بالنسبه لنا الكج روايه كج روايه معناها انك تحل محلها تلعب نفس الدور. اذا قال له هو الصحيح. فيه بعض فيه بعض بديل يقدر يحل محله. شفتوا بعض فيه نصوص في نصوص مثلا نص على لسان ثائره ندور نصرح ونعلي صوتي بالصراحه ملي وندور نهيدن وندلي في العزه لحبيبي العراج حتى زادان هي اللي ما عندي مشاعر والله زين فيه من الاسقام والاوجاع ما عندي مشاعر والله يا عقلي انت قلت اولاد انا واللي ما مش نفس بنت في الشيء والله والله يا احمد مولانا ما تنتاش انا واللي ما مش نفس بنت في الشيء والله مت من الاسقام والاوجاع والوحشه قبل عسر شوي من الاسقام والاوجاع والوحشه والتلياع والفقد وضيق الباع والخمره والغمره اللي جاري اللي قاع ما قط جرى المراه اللي جاري اللي قاع ما قط جرى المراه تك بعد التجديد حاجه بلعه اللي من الاسقام والاوجاع والوحشه والتلياع والفقد وضيق الباع والخمره والغمره اللي جاري اللي قاع خمره ترى عنقط قال واحد تبريح هذا قال شقفت الاخلاق شقفه وشقفه فلاك وقال له اخر من متى تليا راجل عدت تقول تبرع تبرع صرت بعد زين حتى فيه تعرف زيديني عشقا هو زيديني زيديني يقول فيها نزاره زيديني موتا على الموت لا يقتلوني حين يقول فيه واحد ما هو بعيد يقول فيه زين يقول فيه اللي ترياعك كان زاد يكتر منه داويني والله كتريني كان زاد من كتير كيحييني والله طالب وله بعيد وين زاد يكتر منه ما هو زين بعد المشاهد عاد يعرفه والله كتريني كان زاد من كتير كيحييني شحال شحال له فيه نص ايضا قد منين كني نقول الشي مني يا سعدي يا وني ونكج ونتنسوه نقول الناس اني مسلوبه غير اسوه نقول الناس اني مسلوبه غير اسوه هو الناطق رسمي باسم هو باسم النساء وهذا فيه وجبرت فعلا مثلا شخصيات يجوني ويشرحوا لي وضعيتهم دورني نجسد هالهم في نص ادبي تبنى قضيتهم ها لا تعقب تعود حقوقي يا دب وفيه قضية على أن الناس يقول لك حد مثلا من النص اللي نعود مجرد من 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 مثلا فيه تسمي فيه حد وتو بشكل عام ما تخصص كان راجل كان مرأة يقول لك هذا قد ينضاف المرأة لا هو فيه لابد تعود فيه لمسة أنثوية لمسة أنثوية ترى عنه مؤسس له في الأدب ترى عن كيف البوسيه عنه هو اللي قال قط قبل متكنت ومتكنت وتميت لابك ساكن وتم لا راجل وتم لا قاس لحقتني حل له ونجي لحقتني حل له ونجي ماني في البيت يسامح حتى نرفع عليه ونبغيه ونشري اذا رايته ينباع وغلات علي حل رد ما كان علي اغلى بعد لبتيت وياسر ما ينعد وانا سابق هي الشفاء ما كنت نظنت لحد على حد يغلي الشقاع قط قبل متكنت ومتكنت وتميت لابك ساكن غير نسقت الحل ونطعت وبالعقل زاد التطوع وانا ما قط نسقت وطعت وعقلي ما قط نساق وطاع طرع انه مارس تنازل عن عرش الرجوله والقسوه شعر المرونه واللطافه هذا هو اللي تبنيت انت قضيه الناس تفضل في ايضا نص وتالي مت من الترياع والفقد والاوجاع ومن خنيق الباع صرطاتي قلبي سمعني فوق شوي مت من الترياع والحزم والاوجاع هذا وجران مت من الترياع والحزم والاوجاع ومن خنيق الباع صرطاتي قلبي وانا صيدي قاعد واخذ تل وانا صيدي قاعد واخذ تل قطع عنك تبني كيف قلت واحد مت في ترياع ذبت في ترياع
فم في دخليك الدنيا قاع ما حسيت ما حسيت بيك زبت فتريا فم في دخليك الدنيا قاع ما حسيت بيك انت قاع على بحر يزرو خليت قاع زعما مثلا كيف قلت واحد مصدوم في دهشه من طب الرهشه ما عودي نفسي هدي لحقوني ساقمي في العطش ما عيرتوني وعطشي في الصدمه عطش السكوني المكرع في الماء هلهو هلهو قال لي زين ما واضح واضح من الحد مش ما في حد شكله مصدوم في دهشه من طب الرهشه ما عودي نفسي هدي لحقوني ساقمي في العطش ما عيرتوني وعطشي في الصدمة عطشي السكوني المكرع في الماء والسكون استاذ دون نسوي لك عن دابا كبار دي اللي انت مقدم عايد تقول شمل دابا قاموس لغة خاصة بك انت انا زين عندي اللي عاد تستحضر نص من هذا مرة والله 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 لين لين نقولوا له ذلي قال قال سبت فرشي تغطاف كل نهار بترفع سبت فرشي تغطاف كل نهار بترفع طوال لين عراض عاد البالي مرطة وانا قد تقراض عندي منها شكطة وانا قد تقراض عندي منها شكطة تو عالي بالتوقاض عجلانة من كفطة ونمشي ماشي عنها ونرجع ما نبطى ما سقراني منها يكون العيب والخطأ أصنك بعد هو قلت قيافة من هذا من القديم مدينة القديم مشي عن عرادي من تاش من جدة فقفى مقامي من جهة الرقاش وطا بغدام وفغدام لأنه ما بعد لا يستقر وكيف أنا بالله وبشرع من هذه من القاضي ما نمشي ماني مفقع نرجع الله على ذكر باطل الشراب ولو بعد اليوم وتفاخر لكم انتم استاذ قطبط اخو عندي قال خارج انقفان باني هذه طلع هو منها قال قال حتى مرحله القافش قال قال انقفان باني هذه تو الشهر خلى قفان زوين قفان زوين هو قال حلمت البارح اني بين له صار اصحابه طفل الاستاذ قال له مرحله عصر قالوا صار قال حلمت البارح اني بين له صار وعنا مجتمعين في الرجان وفيهم مسكين ديان والبيع حزاني ذيك ما تفرق العين ولساني والجنان وعيت رقادي كان متين وذكرت قوي وباني فتحت له سبت في الشيء حلمت يا بهم انت انا وقلت قلت انا وقلت قط جبرت قط جبرت منه قط جبرت قلت عنده مغرش الدجاج رتو عنده وانا عاني نقلع عطش منه وراه ويقول اخي مغرش كان يفهم الشف ونشرب وحده نكرر لقاه باني عطشنا ساقم اللي عرشنا يلا اللي من الورقان مصاب اللي عطشنا عطش القفر هالقفر أولك بعد زين عطشني ساقم اللي عرشني يلا من الورقان يا مصاب اللي عطشني شفوا عطشي لين سقان الله يزين استاذ دوه قط سمعته طلعة زينة حتى قال رقاجي لا رقاجي هنا رقاجي هنا رقاجي لا رقاجي فكرتها زينة عندي زينة عندي رقاجي لا يفتوى ما يفوق هنا رقاجي فكرتها عنك انت رقاشي حق خالق ايوه الفكرة عندها الفكرة وغير رقاشي انت ما تعرف ايهم انت هو اللي فيه زين حتى شكلتها زيانة عندي لك انت في واحد منهم هون شحال انت ما قال هون رقاش اللا رقاش واحد وياي فوق انتاش نص على نص ولا تحتاج متبوخين في نفس المرقة نفس اليم ونفس التجلاج ونفس الضحك ونفس البلقة ما يقدر رقاش بلا رهاش يفصلنا من دون الملقة وفرمشة في ايام دنداج ذاب الملقة والبالشقة وفي دقيقة بالفعل عمرت في دقيقة بالفعل عمرت سال الدمع ولا فات فرقة وهجر نصي نصي وبحرت بالي في النصين بقى فيه سمعت فيه محاولتين قد سمعتهم والله محاولة قد سمعتها لشخص آخر الأستاذ محمد فارس سيدنا أخير يوك وطلع يوك يعني قدمي له تحية كبيرة قد جار الجماعة ودور مزارجية والله طلعنا حيينا ذيك اللي نص طلعت فيها وانا وانتي وانا وانتي يا رجع لك فرصة سيدنا طلعت ربير الله وانا وانتي فينا انا مولي قطع دم فينا فينا دم الاخوال علينا طامي ايه علينا طامي وانتي يا رجع لك فرصة سيدنا زينت عندي الفكرة وحاولت اني زاد انا نعالجها بطريقتي انا قلت خالق ياسر مش مولاه الدات تخاف قاع معاه
نعرف طفل ابن الناس إلههم طافلات المحاضرة تشابه لي سبحان الله نفس القد ونفس النظرة ونفس الطبع ونفس التقدام والتطراع ونفس الحضرة ونفس الرد ونفس التقدام ونفس الضحك كيفي خضر نفس شكيت شكيت خارج ياسر مش شمولها لا تتخاف قاع معاه نعرف طفل ابن الناس إلههم طافلات المحاضرة تشابه لي سبحان الله نفس القد نفس النظرة ونفس الطبع ونفس التقدام والتطراع ونفس الحضرة ونفس الرد ونفس التبسام ونفس الضحك وكيفي خضر وكيفي خضر سلطة زين عندي الموضوع قاعد زين ودطف شوية لطيف لطيف دطفنا الحلقة شوية غير أنا مثلت أنه دان اختير التمساخنة يقول كما تصيب عن الصخور يقول محمد سجلك حد بالحجور انت راك حبت السيد محمود والله حبتي انا تبعت حبتي انا راك حبت والله حبتي انا اللي كان بسمي كان من لزمه من ادم لان حر وكرد فج الضياعه مدافع والبلتين جبر والليل 12 ساعه مدافع والبلتين جبر والليل 12 ساعه الليل 12 ساعه ادم لادم تداعيات بعيد شوي ادم لادم داير في صف وقطع هون نقول انا دائما مولع والله نختير ما نقلل مشينا اللي دابا اليوم ولا دابا التالي غير انا ظاهر لي نقريحت له دابا الاولين ما فتش برت زي اللي حارك من دابا اليوم واحد نقول لك عندي مهر البكاء على طلال والغزل عندي معين لا يتنازل فقد قضيب المقطع واز قيت القريفيات وتاز ري ويلت وقضيب اليزيد ونودقي الازرق ومزماز وجبيت وقضيب العيد وودلان وذاك قزقاز من فم رساح اللوتين ما خلاهم الدمع كاز ولا خلاهم العيد ترعي في قدر من الصقل عاطفي معاونينهم شوف نقول لك شو استاذ محمد سعد ذا فيش هما وحدين معاونينهم المواضع حضرتك ما قدوا انفرضوا غنوا على واحد من الديار والله يقدروها غنوا على يقدروها على مثلا غني انا على ابو زريبي قد شيت مره الله انت ايوه ما نقدر نغني عليه به اللي ما عندي فيه ذكريات طفوله سمعتهم ولا عندي فيه امور وجدانيه تقدر تعود مثلا على, 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 على حسب المثال قلت لك بينما نقدر نغني على بلوكات كاطلال ودار بالهم شي زين منهم قلت لك وبالتالي بلوكات له يذكروك اذا عادوا له يذكروك بشيء يذكروك بالتبعيه للمستعمل وبالتبعيه للاداره معينة ونحن كنا مدى قالنا ياسر ويقرر فينا بروكا وانا ندار تبلو رواية كبيرة وشعر حق الأطلال العاصمة أنا مثلا لا تتركك على طلب لا نبكي على سينكيام ولا نقول سبخة خلاقة فيه هاي اللي قريب منها لا نقول سبحانك الحي التواب معود ياسر من تقلاب الدهر ومن قلة الأحباب وشبه قاع في حد الزوقة من قلة الأحباب ولا تراب معود الدنيا ممروقة هذا أنا ماشي في السبخة ما رأيت جماعة معشوقة ولا رأيت اللي مذاكر خاتب سيمة باطل مزروق هو معاونة التضاريس ومعاونهم استحفي ومعاونتهم قلت القنوات ومعاونتهم قلت وسائل الاتصال قلت فيسبوك وقلت انستغرام قالوا والله شنو وقلت تشتي وقلت الفضة وقلت المعاش وقلت وقلت هم اللي النقد هم اللي كل واحد منهم جايدين عدل هذا من البتاية التام ومن البت الكبير ومن ما مايت البت الكبير اليوم نذيك مول انك لا تقول طلع من البير من اكسل بتوته ما انك لازم فيها حرفين ما لازم حرفين فيه بالسيف تسلك تعود لازم فيها امر والله تعود لازم فيها تحية طيبة مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من قناة الموريتانية. اجتمع المجلس الأعلى للتوجيه الاستراتيجي لمنطقة وادي بوالحرة بعد ظهر أمس بالقصر الرئاسي تحت الرئاسة السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. حضر الاجتماع الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الاقتصاد والمالية والإسكان